عن علي صبرا قال السليم. يلا اقرأ وياي هاي الأبيات نبعثها إلى قبر المرحوم، ها هدية تكون ضياء في قبره. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن، أنا أسألك يا مؤمن دخلوا لو لا، ولم يكن استئذانوا. اسمع الجواب ها، فقال اي وعزتي ايه مأجور الجبار ليس على الزهراء من خماري. ايش سوت بضعة النبي لكنها لاذت وراء هالباب رعاية للستر والحجاب ومذ رأوها عصروها عصرا يا كادت بروحي أن تموت حسرة تصيح يا فضة أسنديني فقد وربي أسقط فأسقطت بنت الهدى وحزنا 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 جنينها ذاك المسمى محسنا يا 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 أخر الجنين وإذا بالجنين يوجه العتاب إلى أمه يقول لها أمه فاطمة أنا أريد أتوسد بحجريك أنا مريد أتوسد الأعتاب أنا من لحمك ودميك شيلي جسمي عن ترايا يا بكفاني بنزلتي أسمع بدال الزغرة صيحة واستقبالي مو كفين حيدر جتني الطيحة يا يما لحقي علي قبل لا تروح لرواحة ورضعيني ولو رضعة تبرد قلبي لها أمه نزيف الراس باهظني يا يما ما توقفينا وصدري تهشم قبالك يا يما ما تشيلينا. ايش ردت عليه امه الزهراء؟ جنيني محسن تريدني اوقف النزيف اللي يخرج من راسك؟ صاحت ترى نزفك يا ابني با وقفه اذا صدري وقف نزفه يا مو مني سقطونك بلا رأفة وبلا رحمة يا أولو بيدي إلك أصنع إلك من مهجتي لفا يكفي العتب يا محسن ترى قلبي من اعتابك ذا إلا أو خرت وخر المحسن صاحت يا فضة. يلا أبياتك ها، خرت وخريت محسن وصاحت بالعجل دركيني ترى ما
أقدار النهضة ظلوع. وجسم المرض مضى ولا بقت لي من ضربة المسمار قوة. اخذيني اخذيني يا فضة وحيدر الكرار شوفي فضة وخبريه عن حالي وعن ضيم الطحت بي. قالت يا بنت المصطفى حيدر مشى وقلبه مثل جمر الغضا لجلج تطوى في الضايا يا في الضايا في الضايا ذي كتاب حزني من يا في الضايا يا 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 وبد مي في الضنوحي من يا في الضايا يا وان قلبي على النادت يا في الضايا يا الحمل طاح وهوت فوق الوطية اي الحمل طاح وهوت فوقي ونا ونا الوطي. محسن محسن دليل الغير درب الصبر محسن ودهري وياي ما فد يوم محسين عسراني وصحت منطاح محسين دقوم الحق يا حماي الحمية اي دقوم الحق يا حماي الباب يا الباب. لبست الحزن طول الدهار يا الباب ترى ذهيل وما بقى لي فكور يا الباب يا الباب انشدك وين محسن صقر يا الباب يوم العسرة والزهرة الزكية يوم العسرة والزهرة حشا وهل لهم إخفاء أمر قد فشا يا الله. من اجتمعنا لسببه جاف الأرض عن جنبيه أصعد بروحه إلى لقه منك حجة وبرهانا قله اللهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ورحم الله من قرأ لروحه الفاتحة يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله.